شهدت مصر والعام الحالي موسما جديدا بالنسبة لمحصول القمح، حيث التزم الفلاحون في توريد المحصول للشون التابعة لوزارة الزراعة، مما قلل من فرص تجار السوق السوداء للحصول على أكبر نسبة من المحصول لاستغلالها. ساهم تحديد سعر عادل وواقعي لتوريد محصول القمح إلى الشون في تجميع أكبر كميات من المحصول من حامل الحيازات الزراعية، وتفاوتت أسعار الإردب زنة 150 كيلوغرام حسب درجة نظافته، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية وكذلك من الرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 من القيراط. الشوان على مستوى الجمهورية والموزعة على المحافظات والمراكز المختلفة قامت بتجميع المحصول من الفلاحين مباشرة دون وجود وساطة، ولمنع تجار السوق السوداء تم قبول المحصول من خلال الحيازة الزراعية، كما تم التأكد من وجود الأرض الزراعية للفلاح داخل الحصر الشامل والذي أجرته وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية من تاريخ زراعة المحصول. وحال عدم ثبوته رسميا في الحصر والحيازة، يتم رجوعه ورفض المحصول لمحاربة تجار السوق السوداء. محصول هذا العام تفوق في الإنتاج من حيث الكميات على جميع السنوات الماضية، حيث وصل متوسط الفدان إلى 20 إردبا، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن حقول الإرشاد الزراعي وصل إنتاجها إلى 25 إردبا في سابقة لم تحدث من قبل. هذا وقد قدمت المديريات الزراعية كل الخدمات الزراعية والمدعمة بالتقاوي المحسنة والأصناف عالية الجودة، كما أن إدارات الإرشاد الزراعي بالمديريات الزراعية عقدت ندوات إرشادية لرفع مستوى المهندسين الزراعيين والمشرفين على زراعة محصول القمح وكذلك المزارعين، ذلك لرفع الإنتاجية والنهوض بالمحصول. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا واخر فقراتنا النهاردة مع حضراتكم مصر جميلة. برضو بنأكد انه بالعلم نقدر ان احنا نحل جميع مشكلاتنا في المجتمع بالابحاث الدراسية وبالعلماء المصريين، نقدر ان احنا نعمل طفرة كبيرة جدا. بنتكلم لو احنا عندنا مشكلة قمح في زراعة القمح، فاحنا عندنا علماء شغالين على مشروع بقالهم 35 سنة تقريبا، 30 سنة بيعملوا ايه؟ بيستنبطوا سلالة من القمح يتزرع في الاراضي المالحة ومقاومة للجفاف والملوحة. تفاصيل اكتر عن الموضوع من خلال لقائنا مع علمائنا النهاردة. بيسعدنا ان احنا نلتقي مع الاستاذ الدكتور عبد الرحيم احمد النجار، استاذ علم الوراثة المتفرع جامعة قناة السويس. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا. ومعنا ايضا مهندس ابراهيم سعيد اسماعيل منسق جمعية سلة غذاء مصر لشرق الدلتا وسيناء. اهلا بحضرتك يا فندم. نورنا فندم. دكتور ابراهيم، خلينا بس ناخد فكرة الاول، يعني ايه عندي حباية قمح تقدر تستحمل الملوحة بتاعت الارض ازاي؟ هو ده طبعا عن طريق تربية والتهجينات والطفرات، وغيرنا التركيب الجينية بحيث انها تقدر تتحمل. وبعدين خدت الحاجات دي ورحت في جامعة ماريلاند في امريكا وطورتها عن طريق الامبريو كالتشر اللي هو زراعة الاجنة، بحيث يعني شلت الحاجات اللي هي فيها يعني عدم ثبات، وخدت الحاجات اللي هي في امريكا وجبتها الحمد لله، قدرت اجيبها معايا مصر. تمام. بعد اللي هي الحاجات اللي
شلت الحاجات كانت كميات رهيبه جدا حوالي 300 400 سلاله صفيوا على 2 3 4 وبعدين صفوا دلوقتي على 3 ديت اللي هي بعمل سيلكشن انتخاب وعلى اساس ان ديت يبقى فيها استابيليتي ثبات للمقاومه للمحافظات وكل سنه لما ازرعها وانتخب مش بتقل بتزيد المقاومه يعني لما تزرعها في بيئات مختلفه طبيعه النبات بيحصل لها يعني تاقلم ادابتيشن بنسميها ادابتيشن عليه للمنطقه ممكن ادابتيشن للحراره وحصلت فعلا ادابتيشن للجفاف الحاجات دي كلها وابتدينا اشتغلنا والباشمهندس ابراهيم مشي معايا في الخطوات وهو ممكن يقول لكم بقى على البرنامج الطويل ده تمام انا كان الاساس ان انا الجزء العلمي الاساس العلمي وطلعنا الحاجه ديت بس عايزين حد يظهرها هنرجع للنقطه دي ان حضرتك جبت من امريكا عشان تشتغل في بلدك وعايز تعمم في بلدك والله هنرجع والله لها بس خلينا نفهم اكتر ثانية واحده بس علشان خاطر ناكد المعلومه للساده المشاهدين لانه في البعض طبعا فاهم الموضوع والبعض زي حالاتي عايز يعني يفهم اكتر هي خدت حبايه القمح عملت عليها دراسات استنبطت منها نوع جديد او يعني عالجتها جيناتيكلي بحيث انها تقاوم الملوحه أيوة. صح كده وصلت المعلومه يا فندم تمام نعرف بقى المراحل اللي حصلت وصلنا لفين لغايه دلوقتي بشكركم الاول على الدعوه الكريمه وبرنامج مصر جميله فعلا اختيار موفق ومصر جميله بناسها بعلمائها بكل واحد بيحب مصر احنا الاستاذ الدكتور عبد الحميد النجار بدا موضوع القمح المقاوم للملوحه والجفاف كان الفكره من هو نمو بعض النباتات على شواطئ البحار والمحيطات اللي بتنمو من ميه مالحه وارض فيها ملوحه زي ما حضرتك قال ان هو بدا يغير في الجينات الوراثيه بتاعه الحبايه نفسها وبدانا نزرع عندنا في مزارع جامعه قناه السويس بشرق البحيرات زرعنا بالشيخ زويد زرعنا برفح زرعنا بالساحل الشمالي الى ان زرعنا الدكتور كان مسافر ليبيا زرع في ليبيا زرع في السعوديه في الطائف في اماكن كثيره جدا وتحملت الملوحه والجفاف. احنا حضرتك بدانا زراعه بقطع صغيره بانتاج صغير وبدانا نكبر وكان عندنا امل كبير جدا وما زال الامل موجود ان احنا نكتفي ذاتيا من القمح ان شاء الله في خلال 5 سنوات. يعني اذا احنا بدانا نزرع ونطبق الكلام اللي بنقوله ان احنا بنزرع القمح مقاوم للملوحه والجفاف زي ما الدكتور قال ان هو احنا ما عندناش قدره ان احنا نغير في ميه البحر طب. او عندنا داخلين على مشاكل في الميه العذبه صحيح مش قادرين نغير في طبيعه التربه اللي نقدر نتحكم فيه هو السلاله اللي موجوده بالتوفيق لله سبحانه وتعالى قدرنا نعمل ده وزرعنا وكل سنه كان بتكتسب الصفات المقاومه للملوحه والمقاومه للجفاف كل سنه كان الانتاج بيبقى افضل من السنه اللي قبلها وطبعا احنا معانا ما يفيد ان الجامعه ما زرعنا كان انتاجيه الفدان متوسط من 15 ل 16 اردام والفدان الطبيعي بيطلع كام؟ في حين ان الفدان الطبيعي بيجيب لي من 18 ل 20 اردام تمام طيب انا هنا وفرت ارض خصبه من ارض الوادي والدلتا ازرع فيها محاصيل ثانيه ازرع فيها صحيح. خضار ازرع فيها يعني عشان ما اجرش على الثروه الحيوانيه اللي عندي علف البرسيم والى اخره اذا انا بستصلح بعمل مجتمعات عمرانيه جديده يعني احنا كان هدفنا الاول ان احنا نزرع في سيناء الامتداد الطبيعي لجامعه قناه السويس لان جامعه قناه السويس بتخدم البيئه المحيطه طبعا. بيها طبعا فهو كان هدفنا واملنا ان احنا يكون نزرع سيناء كلها زرعنا على الامطار تمام زرعنا في معهد بحوث الصحراء في بالوزه السنه اللي قبل فاتت على المطر ما شاء الله بدي انتاج كويس لا بنتاج وقمح ممتاز يعني القمح حتى في صفاته حضرتك يعني الصفات الموجوده في القمح الصنف الجوده ده ككواليتي بتاعته احنا نسبه بروتين. البروتين فيها عاليه اعلى من القمح العادي يعني اذا كانت في القمح العادي 8 او 9 او 10 ده بتوصل ل 13% بروتين حتى المنتج اللي هو العلف الحيواني بتاعه اللي بيبقى الكم نسبه البروتين نسبه البروتين والكم بتاعه اكبر
فاحنا هدفنا كان ان شاء الله من هذا المشروع اولا انها تكتفي زيتين من القمح خلال خمس سنوات، لان الفدان اقل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الفدان اللي بنزرعه والله على 2020 ان شاء الله. ان شاء الله لو مشينا احنا بال باللي احنا بالمعدل ده تمام. يعني طب دكتور املنا والمساعده بتاعتنا ايه المطلوب علشان نقدر ان احنا نحقق يعني الهدف اللي حطه دكتور عبد الرحيم؟ حضرتك المطلوب حد يتبنى هذا الفكر، حد يتبنى هذا الموضوع. حد مين يا فندم؟ يعني احنا حتى وصلت لحد في وزاره الزراعه، قابلنا كبير طبعا في وزاره الزراعه وكان تبنى الفكره ديت، كان في مؤتمر تنميه سيناء الاول كان الدكتور عصام شرف تبناها شويه، بعد كده الدكتور ايمن فريد ابو حديد بذل معانا مجهود في هذا الموضوع، ولكن في يعني كل شويه وبعدين هم ما فيش مساعده. يعني احنا حضرتك احنا ضحيه تعاقب الوزارات السريعه، كلما وصلنا الى نقطه يعني تبتدي من اول تبتدي من اول السطر للاسف بتعاقب الوزارات وبيبقى وزير او 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 تيم ورك معاه. معلش هعيد سؤالي على حضرتك تاني، حضرتك تواصلت مع وزاره الزراعه الحاليه؟ لا انا اعتقد ان المشروع دوت حضرتك تتوجه بيه لرئاسه الجمهوريه. يعني احنا من هنا بنطالب يعني من مصر جميله، احنا عايزين مصر اجمل واجمل ان شاء الله. لا بجد يعني بنطالب من خلال مصر جميله الجمهوريه يعني. واعتقد انه لازم ينظر في هذا الامر لانه ده مشروع قومي لا يقل اهميه عن كتير من المشاريع اللي شغاله يعني على ارض الواقع. استورد كام مليار دولار؟ كتير 4 مليار دولار قمح. احنا يعني خلال ان شاء الله ومن مصر بتكتفي وبس يعني احنا مش عايزين حاجه. يعني احلف لك بيه ان انا ما خدت مليم. لا انا عايز ارجع لحضرتك في سؤال، لما حضرتك كنت في امريكا واكتشفت الموضوع ده وطلعت بالنتائج، لا ده ما عرضوش عليك عملتها تعمل الكلام ده هنا وخدتها هناك طورت ما عرضوش عليك هناك ان حضرتك وحضرتك رفضت ورجعت بلدك تاني؟ والله اقسم بالله عرضوا عليا والكذا بلدي، والراجل ساب لي مكتبه الدكتور ديتزر جيرالد ديتزر استاذ جامعه ماريلاند. بس انا طبعا استحاله طبعا ان انا فضلت ترجع بلدك وبلدك تستفيد طبعاً بيها طبعا. يعني حضرتك ما خدتش مليم ولا عايز مش كده، بس يعني عايز بقى يعني حاجه تتعمم بقى ونشوفها في بلدنا موجوده. والراجل ده يعني احنا بنصرف على البحوث ديت وزرعناها وخدها على حساب. يعني حضرتك احنا يعني جبته كتبته معايا وخسرته يعني ده ابدا لا كل حاجه تقوم في سبيل مصر، محدش بيخسر في سبيل بلده ابدا، سبيل مصر كل حاجه تقوم دمنا يقوم في سبيل مصر. صحيح. يعني حضرتك احنا بنقول يعني عندنا امل كبير قوي 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 في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا خلال خمس سنوات نكتفي ذاتيا من القمح. ده في امل اكبر ان احنا نصدر قمح، ده مش من فراغ. احنا بنقول النهارده لو مصر بتزرع يعني بتستنتج من 13 ل 14 مليون طن قمح، احنا بننتج منهم تقريبا نصهم تقريب كده، يعني طبعا ما عنديش معلومات دقيقه على الموضوع لكن تقريب نصهم. اذا عندي فجوه انتاجيه في غذاء القمح ده النص بالظبط. انا لو عملت زودت المساحه عندي، يعني انا ممكن ازود الفول كاباستي اللي عندي بتاعه الفدان، ازود اراضي من بسطه وازود انتاجيه الفدان. في ناس بتشتغل على ان يزود انتاجيه الفدان بدل ما يجيب 18 و20 يزود يجيب 25 اردب، ده كويس. انا بعمل حاجه ثانيه بزود الرقعه المساحه الارض، بخرج من الوقت الضيق خالص اللي هو يعني المساحه افقيه، بزرع في الصحراء بخرج للصحراء. حضرتك قلت لي زرعت في سيناء وزرعت في الساحل الشمالي. نعم. اذا يعني الحبايه شغاله في كل اراضي الصحراويه المصريه. ما عندهاش مشكله ان شاء الله، هتبقى المفاجاه ان شاء الله. احنا بنزرع في مكان درجه الرطوبه لسه واخدين التحاليل بتاعته امبارح. ما انا عايزك تنتظر يعني بس التحاليل بتاعته. احنا فوجئنا بيها حضرتك حاجه، يعني احنا اقصى حاجه زرعناها ده لسه يعني امبارح. يعني الاي سي دي بتضربها في 630 او 600 ملوحة عاليه جدا جدا وما شاء الله طلع لك نسبه الملوحه، نسبه تمام. الملوحه قريب من قناه السويس تمام. يعني حاليا احنا زارعين بقى لنا بالظبط تقريبا احنا زارعين المساحه في المناطق اللي هي بقول لحضرتك عليها ديت، وان شاء الله هتبقى مفاجاه. يعني تزرع ديت 500 فدان السنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا ال 500 في متوالية هندسية 500 بفدان 50. يعني الفدان شوف بقى الدكتور إبراهيم يعني أقول لك متوالية هندسية. يعني إحنا حضرتك قلنا الإنتاج الفدان ما ناخدش منه الاستهلاك الغذائي. بناخد الإنتاج اللي هيخرج من الفدان كله 16 أو 17 أردب وأكمله أزرع بيه
الفدان ده ازرع 50، يعني تاخد منه من دقنه وافتل له، تاخد منه وتزرع بيه. ازرعه. ايوه. انا زرعت الانتاج اللي خرج من الفدان ده 18 ارداب يزرعوا لي 50 فدان. وهكذا متوالي عدديه. يعني هو ده اللي تبقى النبته اللي انا هزرعها تاني في الارض، يعني احنا بنزرع بنعمل بن شوف المساحه هتعملي ستوب 500 في 50 هتطلع كام مثلا؟ 2250 في 50 صحيح، يبقى الملايين هتيجي يعني اذا هي متواليه على الارض. بقول 2020 باذن الله. طلباتك باذن الله تعالى. انا عايزه بس اقول حاجه، انه الكلام ده كلام علمي موثق ودراسات معموله في جامعه قناه السويس. اهو ختم النسر، عشان ممكن الناس تقول ايه الناس دي بتقول اي كلام. لا ختم النسر اهو وموثق من جامعه قناه السويس. ادي باين. اتفضل يا دكتور. انا اسفه، انا عايز بس قبل ما نختم ايه المطلوب عشان خاطر نشوف المشروع ده مشروع قومي موجود وعلى ارض الواقع. المطلوب حضرتك زي ما قلنا في الاول خالص، انا سعيد قوي باسم مصر الجميله ده والاسم البرنامج ده. فانا عشان مصر كلنا يعني نبقى في بلدنا جميله، اول حاجه زي ما حضرتك قلت ده امن قومي. طبعا يعني ده امن قومي، الغذاء ده امن قومي. والامام الشعراوي كان قال الاكل من فاسه قرار من راسه. صحيح. فاحنا اذا عملنا كده وحطينا النخوله دي قدامنا، فان شاء الله يعني نكتفي ذاتيا. طيب المطلوب؟ المطلوب ان احنا بنقول حد يتبنى هذا المشروع، واحنا زي ما قالت الاستاذه احنا ما بنقولش كلام، كلامنا كله موثق. صحيح. وجامعه قناه السويس مشكوره، بذلت كل ما يمكن بذله، بذلت معنا كتير جدا. فاحنا حد من وزاره الزراعه كوزير الزراعه، كرئيس الوزراء، رئاسة الجمهورية، الجيش. الجيش يعني في مزارعه، في يعني صحيح. حد يتبنى هذا المشروع، واحنا معاه بكل ما نملك من قوة. تمام. يتواصلوا معاكم من خلال جامعة قناة السويس. من خلال جامعة قناة السويس بإذن الله. تمام. إن شاء الله. احنا بنشكر حضراتكم واهلا بيكم معانا في مصر جميلة، ويعني تشرفنا ان احنا كان لينا لقاء مع حضراتكم النهاردة، وان شاء الله باذن الله نهني ونجرب اقامة هذا المشروع على الاراضي المصرية ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا. بنشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة، وان شاء الله بكرة اللقاء يتجدد ومصر.